مرحبا، أنا عائشة، طالبة في السنة الرابعة في قسم نظم المعلومات الإدارية بجامعة باموكاليه. يقع قسم نظم المعلومات الإدارية في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الحرم الجامعي المركزي لجامعة باموكاليه. إذا تطلب الأمر أن نتحدث عن غرض هذا القسم، فيمكننا القول يهدف قسمنا إلى تدريب الأشخاص الأكفاء وذوي الخبرة بحيث يمكنهم العمل والإدارة في عالم التكنولوجيا التي تتطور بشكل سريع. نتلقى الدروس الأساسية في السنة الأولى والثانية، حيث تكون هذه الدروس الأساسية مركزة على البرمجة وإدارة الأعمال. ومن بين الدروس الأساسية التي ندرسها هي المدخل إلى البرمجة والمدخل إلى إدارة الأعمال والموارد البشرية وهياكل البيانات والخوارزميات. أما في السنتين الثالثة والرابعة فإن اختيار الدروس متروك للطلبة. دروسنا الاختيارية هي في الغالب في السنتين الأخيرتين. يقوم الطالب باختيار الدروس في سياق اتخاذ القرار الصحيح في المجال الذي يريد التخصص به. يوجد مختبرين بالكلية والقسم، يتم تدريس بعض دروسنا في هذه المختبرات، وعادة ما يتم تدريس دروسنا المعتمدة على البرمجيات في المختبرات. عندما نتحدث عن هذه الدروس تظهر أمامنا العديد من الدروس مثل البرامج المكتبية المتقدمة والمدخل إلى البرمجة وهياكل البيانات والخوارزميات والذكاء الصناعي التي تدرس في المختبرات. إذا لم يكن لدى الطالب جهاز كمبيوتر فيمكنه الوصول إلى جميع أنواع الإمكانيات. لدينا في القسم تدريبان إجباريين في الفصلين الرابع والسادس بمجموع 60 يوم عمل، ونستطيع الحصول على معلومات حول قطاع العمل بفضل فرص التدريب الإجباري، وبهذا يمكننا تشكيل بعض المواقف المتعلقة بمستقبلنا. لدينا بشكل عام قسم قائم على المشاريع وأطروحة التخرج من الكليات تدعم هذا الأمر، وبهذا بعد تقديم أطروحة التخرج حول إنتاج مشروع واحد على الأقل من خلال إنتاج مشاريع مختلفة يحق لنا التخرج من الكلية أو القسم. لدينا فرص للعمل في العديد من المهن مثل محلل البيانات ومحلل الأعمال ومطور البرمجيات وخبير في الموارد البشرية والإدارة المالية بعد التخرج من القسم. السبب الرئيسي لاختياري هو أن أستطيع القيام بعملي في حال رغبتي للاتجاه إلى مجال الكمبيوتر، فيمكنني أخذ دروس اختيارية في مجال الكمبيوتر. وإن كنت أرغب في الاتجاه على مجال إدارة الأعمال فيمكنني أخذ دروس في مجال إدارة الأعمال. لقد فضلت هذا القسم بالفعل لأن زمام الأمر بيدي. السبب في اختيار جامعة باموكاليه هو أنها كفو من ناحية الأكاديمية وتوفر العديد من الفرص للطلبة. في الواقع هناك شيئين استفدت منهما في القسم، أحدهما هو وجود فرصة التدريب والآخر هي المشاركة في برنامج تبادل الطلبة مع الجامعات الأخرى إيراسموس. تمكنت من وضع خططي المستقبلية بفضل فرصة التدريب، وكذلك عند ذهابي إلى إيراسموس استطعت مشاهدة ثقافات مختلفة، كما أتيحت لي الفرصة لتحسين لغتي الأجنبية. أخطط لمواصلة مسيرتي المهنية كمحلل أعمال بعد التخرج. أوصي زملائي الراغبين في العمل في مجال وقطاع المعلومات باختيار هذا القسم. أتمنى التوفيق مقدما لمن يختار القسم. أتمنى أن أراكم بيننا. أوصي باختيار جامعة باموكاليه لجميع المرشحين لأنها جامعة عريقة.